صباح الخير عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال سيناء وشمال الصعيد كمان، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل، لكن مائل للبرودة على آخره في كافة الأنحاء في مصر. كمان في فرص لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وكمان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن أحوال الطقس النهاردة. اليوم طبعا بنشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، الأجواء خلال فترات النهار بتكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل زي ما بنقول في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، الصغرى بتوصل ل 19 و20 درجه مئويه على القاهره الكبرى. بالاضافه مع الاستقرار في الاحوال الجويه، بتكون الظاهره الجويه المؤثره هو الشبوره المائيه اللي بتظهر في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. مهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. اليوم ايضا في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، هيكون معها فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية وكمان محافظات الوجه البحري. الأجواء إن شاء الله دي هتستمر معانا لنهاية الأسبوع، لكن متوقع غدا وبعد غدا الاثنين والثلاث يكون في زيادة في كميات الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة بإذن الله مع استمرار انخفاض درجات الحرارة. هل هي مؤثرة على يعني الوضع، الناس أشغالها وهم سايقين على الطرق، هل هتأثر؟ هل ممكن تعطل الطرق مثلا؟ لا، هي كميه الامطار مش هتكون بالشكل الكبير اللي شاهدناه الاسبوع الماضي، هي كميه امطار من خفيفه متوسطه، هتختلف من منطقه لمنطقه وان شاء الله ما تاثرش على اعمال الانشطه اليوميه باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده في كافه محافظات مصر. نبتدي بالقاهرة العظمى 27 والصغرى 20، العاصمة الإدارية العظمى فيها 27 والصغرى 20، اسكندرية 26-19، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 24-16، دمياط 26-20، بورسعيد 26-20، الإسماعيلية 27-19. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 20، العريش 27-20، كاترين 22-11، طابة 26-20، حلايب 29-23، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 30-23، الغردقة 30-22. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 18، بني سويف العظمى فيها 28 والصغرى 17، الوادي الجديد 29-16، أسيوط 28-16، سوهاج 29-18، قنا 30-19، الأقصر 31-19، وأسوان العظمى 31 والصغرى 19. وبعد ما عرفنا درجات الحرارة المتوقعة وكمان تفاصيل عن الطقس، نرجع تاني لأحمد وبسنت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.